الوجه السادس من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. الوجه السادس يقودنا إلى تطبيقات قانون الأصلاب، إنها سنن الأصلاب والأرحام. لابد أن تخرج الودائع، إنهم قوم مؤمنون في أصلاب قوم كافرين. الحديث الثالث من الباب 122 من الجزء الأول من علل الشرائع لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله أو قال له رجل، هذا الترديد من الراوي، الذي يبدو لي أن الترديد هو من الراوي الذي روى عن إبراهيم الكرخي وهو الحسن ابن محبوب، وهو من الرواة المعروفين، يتردد اسمه كثيرا في أحاديث العترة الطاهرة. إبراهيم الكرخي يقول لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أصلحك الله. هذه من الصيغ والتعابير التي كان البعض من الشيعة يستخدمونها على سبيل التوقير والاحترام والتأدب في حديثهم مع الإمام المعصوم. أصلحك الله، ألم يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلى. فقال إبراهيم الكرخي: فكيف ظهر عليه القوم؟ يعني كيف آل الأمر إليهم؟ وكان الذي كان في سقيفة بني ساعدة. أصلحك الله، ألم يكن علي قويا في دين الله؟ الإمام قال: بلى. قال إبراهيم الكرخي: فكيف ظهر عليه القوم؟ وكيف لم يدفعهم؟ وما منعه من ذلك؟ فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: آية في كتاب الله منعته. قال: قلت وأي آية؟ قال: قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا، أي لو انفصلت ودائع المؤمنين في أصلاب الكافرين، تزيلت انفصلت لكان الذي كان. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إنه كان لله ودائع مؤمنين في أصلاب قوم
كافرين ومنافقين. فلم يكن علي ليقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت الودائع ظهر علي على من ظهر فقاتله. قطعا هذا وجه من وجوه عدم مباشرة أمير المؤمنين لدفعهم وصدهم، هذا وجه من الوجوه. والحسين فعل ذلك في يوم الطفوف، سيد الشهداء أعرض عن قتل كثيرين في ساحة المعركة مع أنهم واجهوه بكل ما استطاعوا من الإيذاء والإضرار به، لكنه أعرض عنهم، كان يرى في أصلابهم قوما صالحين سيكونون من أشياع محمد وآل محمد، سيكونون من أشياع الحجة ابن الحسن. فزمان التشيع لمحمد وآل محمد في وقت إمامة الحجة ابن الحسن زمان طويل، أطول بكثير من زمان التشيع لمحمد وآل محمد في وقت إمامة الأئمة من بعد الحسين إلى بداية إمامة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبدا حتى تظهر ودائع الله، فإذا ظهرت ظهر على من ظهر فقتله. إذن هذا وجه سادس من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. هذه وجوه، هذه جهات، مثلما قلت لكم في الحلقات المتقدمة، هذا بعض شيء مما جاء في بعض سطور مما ورد في بعض صحائف حكمة الغيبة المهدوية. فهذا وجه سادس من وجوه حكمة الغيبة المهدوية. الغيبة قائمة مستمرة حتى تظهر ودائع الله، قوم مؤمنون في أصلاب الكافرين والمنافقين في شتى بقاع الأرض. هذه جهة من الجهات، الأمر ليس متوقفا على هذه النقطة فقط. مر علينا تجنب القتل، تجنب الخضوع لحكم الظالمين بحسب الأمر الواقع، نفرة وكراهية للواقع الشيعي، للقذارة العقائدية والفكرية بسبب مراجع النجف وكربلاء، كراهية للواقع الشيعي، جريان سنن غيبات الأنبياء في واقع الغيبة المهدوية، أمور أكانت إيجابية أم كانت سلبية لابد أن تتحقق حتى
يأتي يوم الظهور، لا يكون الظهور حتى يكون كذا وكذا. وهذا الكلام يمكن أن يكون جزءا من الوجه المتقدم، لكن الأئمة ذكروه لأهميته وجها قائما برأسه، من هنا جعلته وجها من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية. الوجه السادس، لابد أن تخرج ودائع الله قوم مؤمنون في أصلاب قوم كافرين منافقين. نذهب إلى فاصل.